اهلا ومرحبا بكم مشاهدي بلقيس اينما كنتم، احييكم الى حلقه جديده من برنامج حيث الانسان. يوما بعد اخر يزهو حيث الانسان بمشاهديه بردود الفعل التي تصلنا والرسائل الايجابيه التي نتلقاها. مشاهدينا نمضي معا يوميا لنستكشف اجزاء مغيبه من واقعنا الاجتماعي، نسلط عليها ضوء الانسانيه ونزيح عنها ستار العتمه، ننتصر بها ضد دعاه الموت والخذلان ونترك بصمه لن تندثر. مشاهدينا الأعزاء، في بداية هذه الحلقة نستعرض معكم أسماء الفائزين معنا بالحلقة 16، وكان الفائزين هم: الفائز الأول محمد فضل علي المغربي من عدن، والفائز الثاني هاجر أحمد عبد الرؤوف سعيد شرف من محافظة تعز، والفائز الثالث رأفت محمد ناصر النصاري من لحج. إذن ثلاث جوائز بانتظار الفائزين معنا هذه الليلة وكل ليلة في برنامج حيث الإنسان، ومقدار كل جائزة 100,000 ريال يمني. مشاهدينا الكرام، الآن نذهب إلى قصة جديدة تحملنا معها إلى حيث الإنسان. مشاهدينا، قصة اليوم عن منطقة تفتقر لأبسط مقومات الحياة، فعلى سبيل السخرية من النظام وتردي خدماتها طالب أبناؤها في يوم من الأيام بالانضمام إلى الجمهورية اليمنية. إنها بيوت العدن، إحدى مناطق محافظة إب. نتابع حيث الإنسان الذي كان هناك. خلف مشقة هذه الطريق تتعثر أحلام نحو 5,000 نسمة، بضعة أمتار فقط تفصل بيوت العدن التابعة لمديرية الظهار عن قلب مدينة إب، لكنها تبعد عنها مسافة حقبة من التاريخ. عانيت كثير مرات، أنزل وأطلع، أطلع وهي صحيحة وأنزل وقاي مريضة من السيول، سوى ولا لا؟ بكثرة مرات، مش ملا مرة ولا مرتين، عدد مرات. الآن لي من يوم اشتقى أنا أقول إني 35 سنة، مش بسيط. لا نقدر حتى المشي في الطريق، في لا يتم نزول السيارات ولا الباصات أو الدبابات نهائيا، حيث يتم إسعاف المرضى في أكثر الحالات فوق النقلات أو الظهر أو كذا، يعني حتى أنه تم إسعاف حالة ولادة بدون أي عربية. لعل هذه الطريق كانت مشروع الدولة الأول الذي عرفته بيوت العدن قبل أكثر من 40 عاماً، وتحديداً في فترة الرئيس إبراهيم الحمدي. تم شق الطريق هذه في عام 1978 بالضبط، أيام ما قتل إبراهيم الحمدي إحنا وصلنا بالطريق للمكان هذا. بقيت الطريق شاهدة على الذكريات التي لامس ضوءها بؤس وتعاسة القرى البعيدة. بألم وحسرة يتحدث الناس عن وفاة مواطنين ومواطنات لم يتمكنوا من تجاوز وعورة الطريق إلى مشافي المدينة. كم من مريض يموت له بالطريق، كم من امرأة تولد بالطريق، وعلي الإثبات، علي الإثبات إنه 3 نسوة أولادين بالطريق، سواء ما بش هذا، الحمد لله اللي قشرعكم نمشي على هذا الطريق هذه. يؤمن الحاج عبد الكريم مرعي أن السيول لا تكترث لشيء، كما لا تقدر الطبيعة الهشة أصلا على التماسك، لكنه رغم كل شيء يقف ذاويا شاكيا. أنا جيت مغلس الساعة 10 PM من هذه الطريق، بعد مطر، بعد المطر هذا أنا نزلت اليوم الطريق مخربة وكل حاجة، طرح علي الإتريك طالع والكهرب طفئة، وأنا عند البيت هذا كهرب حق القرية كله، وأنا سجوا لي من هناك، نزلت لي من السدرة هذه لنازل أزيد من ارتفاع 12 متر لنازل، طاح ركبتي هذه المسامر حد الساعة وسطي. تتجسد هشاشة الحياة في هذه الصورة، لكنها تكشف علاقة الإنسان بالأرض، وهي التي نشأت في عصور غابرة وأملتها حقائق الجغرافيا وظروف التاريخ.
يسابقون النهار لمحاكاة المدينة وتعلم أبجديات الحياة. الكثير من الموظفين ولا طلاب المدارس الذين يذهبون إلى العمل وإلى المدارس وكذا بأرجلهم، لا إلا يوجد أي وسيلة للنقل. تقلصت آمال الناس بتدهور الطريق في وقت انحسرت الدولة إلى زاوية ضيقة عجزت عن ترميمه أو رصفه بالأحجار. بإصلاح الطريق يرى أهالي بيوت العدن مدخلا لإصلاح أوضاعهم، أو هكذا يظنون. يعتقد الأهالي أن حياتهم المبتورة وسط كبوات الفشل يجب أن تبدأ من هنا، وهنا بالضبط حضر فريق حيث الإنسان لإسنادهم. أن نصنع للأمل مكان، أن نوقف قتل الألوان، أن نجعل ما يحدث كان بالإمكان، أن نمحو بعض فاضت الحماسة بالمواطنين والعمال معا، وشقت الأصوات صمت البلاد الكئيب. إذا قدر الإمكان هنا يشرق الأمل على أكتاف الرجال، لا ضجيج ولا توتر ولا انفعالات، عمل وحسب. قد تحدث في العتمة نور، قد تجعل لله ضمير، قد تبقي فينا يكسرون أحجاراً صلبة لبناء جدار يقف طريق خطر الدمار في وقت يعجزون فيه عن كسر واقعهم الأشد قسوة. أجساد تحمل أرواحاً معذبة تحت نهار قائض يرافقها الإحساس بالإنجاز. الحمد لله المواطنين تفاعلوا جدا وقدموا الحجار وادوا الاكل وادوا كل شيء وقاموا بالحفر قبل ما نجي. اهمنا دعم هذه المشاريع تسهل لنا التنقلات من القريه الى خارج الى المدينه. كوننا معنا طلاب يدرسون في المدينه ومعنا موظفين داخل المدينه سواء بالبلديه او بالمواصلات او بالكهرباء. ولذلك من صعوبه المواصلات يذهبون صباحا وياتون مساء. لقد نجح أهالي بيوت العدن في تأمين طريقهم وليس حياتهم. ككل يمني هنا لا يتوقف الناس عن العمل حتى لا تنتهي أحلامهم بدولة ترمم طرقهم ولا تعبد حياتهم. كما تابعنا معكم قبل لحظات مشاهدينا، تعد مشكلة الطرق في الريف اليمني من أبرز العوائق التي تحول دون امتداد التنمية الريفية. تترك الطريق عرضة للتجريف والانهيار نتيجة إخفاق بعض مشاريع الدولة وتعثرها، ناهيك عن غياب الاهتمام بصيانة الطرق وتأهيلها وتأمين تصريف المياه. عدم الاهتمام بالطرق الريفية له تبعات كثيرة على حياة وصحة المرضى وسلامة السكان ونقل البضائع وتسهيل الخدمات. قد تابعنا في حلقات برنامج حيث الإنسان خلال الأيام الماضية صورة من معاناة الإنسان اليمني في الطرق، خصوصا في مسيرة الأحرار بحضرموت التي تستغرق السيارة 8 ساعات للوصول
لأقرب مستشفى، وأيضا معاناة الأزارق في الضالع، ورأينا صعوبة الطريق وعورتها، فكم هي المشاريع المتعثرة قبل دون اكتمالها. بالتأكيد مشاهدينا الكرام تابعتم معنا قصة الليلة وركزتم في تفاصيلها حتى تتمكنوا معنا من الإجابة على سؤال الحلقة، وتكون لديكم فرصة للفوز بجائزة من 3 جوائز مالية، قيمة كل جائزة 100,000 ريال يمني. إليكم سؤال الحلقة 18. سؤال الحلقة يقول: كم عدد سكان بيوت العدن؟ والاختيارات الثلاثة هي 5,000 نسمة، الاختيار الثاني 15,000 نسمة، الاختيار الثالث 2,500 نسمة. إذن عليكم اختيار رقم الإجابة الصحيحة فقط، الرقم 1 أو 2 أو 3، ومن ثم إرساله على رقم الواتساب الخاص بالبرنامج خلال الوقت المتاح للمشاركة معنا يوميا منذ نهاية الحلقة وحتى الساعة 5 من عصر اليوم التالي. هذا البرنامج برعاية مؤسسة توكل كرمان. إذن مشاهدينا الكرام وصلنا معكم إلى لحظة اختيار الفائزين الثلاثة معنا بجائزة الحلقة 17 من برنامج حيث الإنسان، وكانت عن بناء 3 فصول في مدرسة أبو موسى الأشعري في المعافر بمحافظة تعز، وكان السؤال يقول: كم عدد الفصول التي نفذها برنامج حيث الإنسان؟ هل فصل 1 أو 2 أو 3 فصول؟ كانت الإجابة الصحيحة هي 3 فصول تدخل برنامج حيث الإنسان في بنائها لمدرسة أبو موسى الأشعري. الآن سنقوم باختيار 3 الفائزين، وقيمة كل جائزة 100,000 ريال يمني. مبروك مقدما للفائز الأول. بسم الله. إذن مبروك للفائز صاحب الرقم 00967733815625. مبروك إذن للفائز 100,000 ريال. لن نختار الفائز الثاني، وأيضا قيمة الجائزة 100,000 ريال. مبروك إذن للفائز صاحب الرقم 00967 777 93 9612. إذن مبروك لصاحب الرقم 100,000 ريال. الآن سنختار الفائز الثالث، وأيضا قيمة الجائزة 100,000 ريال يمني. مبروك للفائز صاحب الرقم 0967 777 87 156. إذن مبروك للفائزين الثلاثة معنا عن سؤال حلقة الأمس، وقيمة كل جائزة 100,000 ريال يمني، وهم جاوبوا بشكل صحيح وأرسلوا فقط رقم الإجابة على رقم الواتساب الخاص بالبرنامج. أذكر فقط أرسلوا رقم الإجابة 1 أو 2 أو 3. مبروك لهم 100,000 ريال لكل فائز من الفائزين الثلاثة، وما زالت لديكم الكثير من الفرص مشاهدينا حتى نهاية شهر رمضان للفوز معنا بالجوائز المالية معنا يوميا في برنامج حيث الإنسان. تذكير أخير على الشاشة، ستظهر الأرقام الثلاثة للفائزين معنا عن سؤال حلقة الأمس. الأرقام الثلاثة الظاهرة على الشاشة هي للفائزين معنا بسؤال حلقة الأمس، سيتم التواصل معهم عقب انتهاء هذه الحلقة للتعرف على تفاصيلهم وإرسال الجوائز إليهم. هذا البرنامج برعاية مؤسسة توكل كرمان. إذن مشاهدينا الكرام أجرينا القرعة والسحب على الفائزين الثلاثة، ما زالت لديكم الفرصة كما ذكرت سابقا للفوز معنا يوميا في برنامج حيث الإنسان. وعن حلقة اليوم سأذكركم بسؤال الحلقة، ما عليكم سوى إرسال رقم الإجابة إما 1 أو 2 أو 3 على رقم الواتساب الخاص في البرنامج، وستكون لديكم فرصة للفوز معنا بإحدى الجوائز المالية. السؤال يقول: كم عدد سكان بيوت العدن؟
كم عدد سكان بيوت العدن؟ والاختيارات الثلاثة هي الاختيار الأول 5000 نسمة، الاختيار الثاني 15000 نسمة، الاختيار الثالث 2500 نسمة. إذن ما عليكم سوى إرسال رقم الإجابة إما 1 أو 2 أو 3، ستكون لديكم فرصة للفوز معنا بإحدى الجوائز المالية. نلقاكم غدا وحلقة جديدة من حيث الإنسان، قصة جديدة وجوائز يومية مستمرة معكم طيلة شهر رمضان المبارك. في أمان الله. نصنع للأمل مكان، أن نوقف قتل الألوان، أن نجعل ما يحدث كان بالإمكان، أن نمحو بعض الأحزان، أن نمسح دمعة حرمان، أن ننقذ قدر الإمكان. هذا البرنامج برعاية مؤسسة توكل كرمان.